What? How much this one? This? 40. Or not at all. Так, показываю вам. Нравится? Очень хорошо. Очень хорошо, да. Please, please. How much is this? I am. كم؟ 150 pounds. خليكي احنا شوي عليهم. اوكي. 150. اوكي. اوكي. أنت يا ولدي. давайте, давайте, медленно. مساء الفل يا معلم. قوموا. ممكن توصلني؟ يا ريت حضرتك ترضى، ده انا بلف بقالي ساعتين مانيش لاقي زبون. ها؟ تقول حاجة يا بيه؟ طيب بونو. طب بقول لك يا باشا، ما تيجي تقعد جنبي هنا وكله هيبقى بونو ان شاء الله. ايه ده؟ الصوت ده جه منين؟ إيه؟ مش تبص قدامك كويس؟ لا انا عايز اعرف مين الست اللي صرخت دلوقتي. ده ما العربيه لو كنت هتخبطها. الظاهر المايه دي مضروبه ولا ايه؟ والعريس رايح فين بامر الله؟ ها؟ ايه ده؟ انت بتفكر رايح فين يا فندي؟ على طول على طول؟ لا حلوة دي. على طول على طول على طول؟ ايوه. وهتنزل في اوله ولا عند الميدان؟ على فكرة انا رحت العنوان ده قبل كده بالعمارة عند مكرع بتاعت السمسم. عند اي حتة بقى. يا ريس اي فلوس هديها لك. مش حكايه فلوس سعادتك، انا عايز حد يدلني انا رايح فين. انا اصلي عدم المؤاخذه تايه من امبارح. حقك عليا يا ريس، اصل انا تعبان شويه، تعبان. الله 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 الله. ايه مالك يابا، في ايه؟ الحقنا الشنطة. بسم الله الرحمن الرحيم. يابا انا مش مطمن لك من الصبح، في ايه؟ الحقنا. يابا مالك؟ مالك يا بيه؟ مالك يا بيه؟ صوتك ماله بيقلب كده ليه يا بيه؟ هنا شنطة شنطة. بسرعة بسرعة، خد بسرعة 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 يا ريس، بسرعة يا ريس، بسرعة يا ريس، بسرعة بسرعة. أي الله الله الله، ده انت طلعت ابن حظ زينا اهو. بس انا مائي وانت دواي، تبقى بصرة. انا شفتهم ماشي الفن قوم اسهر معانا الليل. اسمع منادي بالصوت هادي بيقول يا الليل، والليل يقول له نعم أحلى النغم يا ليل. بالك يروق أو تدوق صار الهدوء بالليل يا ليل. قلبي ينسى الهموم ويا النجوم. يما في ايه؟ في راجل طويل عريض زيك كده يخاف؟ ايه ده؟ بتكبد امال يا اخي انت؟ يا راجل روح، ده انت طلعت راجل نص كم. مش فاهم قصدك ايه؟ يعني انا اللي فاهم. المهم انت صعبت عليا قوي. ليه؟ اول مره تشوف واحد تعبان شويه. وبعدين الحقنه اللي انا باخدها دي علاج. علاج؟ طب اللي بشربه ده برضه علاج؟ يا عم قول كلام غير ده. انا ماي قديم وابن سوق، عندي على مؤاخذه ضرس واقع هنا. عيب. مش فاهم. يعني اعرف اللي زي حالاتك وحالاتي، انت مدمن وانا شرحه. بس انت خرفت تخريف. بخرف؟ ليه؟ هو انا قلت ايه؟ يا عم سرك في بير، ما قلت لك انا شرحه. المهم لخص بقى وقول لي اخرك فين، لحسن انا تعبت واخوك دماغه تقلت. وانا كمان ما تعرفش حته نريح فيها، ومش مهم الفلوس. مفيش الا لوكاندا قريبه مننا هنا، بس لوكاندا نص نص. طب زي بعض، وديني بسرعه انا تعبان. المهم معاك فلوس؟ ما هو عدم المؤاخذه يا باشا. اروح البيت اقول لهم ايه يعني؟ اقول لهم اخدت زبون مخصوص حلق لي؟ يا سيدي معايا، والله معايا. اتفضل. ها بونو. ايه اللي بونو ده؟ كده يبقى بونو بصحيح. قول لي انت عرفت كلمه بونو دي ازاي؟ واحد خواجه كان راكب معايا قالها لي وهو مبسوط حبتين. وانت بقى عارف معناها ايه؟ عارف. عارف يا حلو انت يا معلم. ايه ده؟ يلا قوم قوم بسرعه، قوم قوم هنا، قوم بينا. مالك يا بيه؟ اتفزعت كده ليه؟ حق عليا ان انا خايف عليك. لو البوليس شافك سكران طينه هياخدوك. عندك حق يا باشا. سكر باين. بونو انت طاري كده ليه؟ ما تعرف. اللهم اخزيك يا شيطان. حد يا ليلى، حد يا ليلى. الاستاذ شريف موظف الجمرك موجود بره. طمني يا شاهد الاول، وصلتوا لايه؟ ما تقلقش يا باشا، الهاني الموضوع هيخلص. خلينا مع الراجل اللي هيخلص لنا الاجهزه من الجمرك. طب خليه يخش. اهلا اهلا يا استاذ شريف، اتفضل. اهلا بالباشا. اهلا يا شريف، ازيك؟ وحشتني. انت اللي وحشتني. اخبارك ايه؟ اهلا بهوات. مساء الخير. اتفضل. اهلا. ايه الباشا مزاجه ماله؟ انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا لا لا، شويه ارهاق عمل وضغط شغل. المهم الشاعر شرح لك كل حاجه؟ تقريبا. يا ادهم بيه شريف ده الراجل بتاعنا، واي حاجه سعادتك تؤمر بيها لازم تتنفذ. وعارف ان ايدك سخيه قوي معاه. اسمع يا شريف، انا حطيت باسم المدام 250,000 جنيه في البنك، ولما تخلص العمليه ان شاء الله ليك زيهم. لا كده المبلغ شويه، ده يا دوب مصاريف العمليه. يعني ايه؟ يا باشا المصلحه كبيره قوي ومحتاجه مصاريف كتير لزوم الشيء، يعني عشان تملى العين مش اكتر، والله عشان تخزي العين. خلصني يا شريف، هنخليهم 750,000 جنيه وخلص. انا مش معترض والله، بس صدقني ما ينفعش. جرى ايه يا عم شريف؟ ما تخليك حلو. امال انت عاوز تزعل الباشا ولا ايه؟ العمليه مش سهله وانا بضحي، لو انكشفت فيها مؤبد ولا اعدام والعيال يتيتموا، يبقى لازم أأمن لهم مستقبلهم، محدش ضامن. شريف من الآخر طلباتك إيه؟ العملية عاوزة أرنب صحيح علشان الكل يتراضى والبركة تحل وتعدي. كتير خلاص، نشرب القهوة اللي ما جاتش مرة تانية تكون فكرت يا أدهم بيه. أنا موافق. المركب هتوصل للغاطس بعد أسبوعين، عايز الإجراءات كلها تمشي سليمة من غير أي قلق. من ناحيتي اطمن خالص، ده شغلي. ممكن أبص على ورق الاستيراد؟ ثانية واحدة. القهوة يا أستاذ شاهر محوجة لو سمحت، قهوة محوجة. من عينيا، أحلى تحويجة في الدنيا. يا أخي رايح الزبون يخلص بعدين نتحاسب. الله الله عليك. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مستندات العمليه بتاعتنا اتسرقت. اتسرقت ازاي؟ مفيش غيرها، ناهد تجيبها لي من تحت الارض. يا معلم يا اسمك، يا معلم اصحى، يا معلم اصحى. رخص لو سمحت، وانت بطاقتك. حاضر حاضر. رخص، هات رخص. اتفضل يا فندم، اتفضل. اصله تعبان وطول الطريق على الحال ده. في مستشفى بعد 2 كيلو، يلا يلا وديه. استنى استنى، على فكرة لو قابلته في الطريق واحدة ست دي مجنونة وهربانة من مستشفى المجانين، لازم تبلغونا. حاضر حاضر حاضر. الحمد لله، بطل بقى الهباب ده، كنت هتودينا في داهية. احنا رايحين فين؟ على طول على طول. فين هي؟ فين هي؟ مين؟ حمدي، انت عارفني كويس، ما احبش حد يلعب معايا، ودي امور شخصيه تمس شرفي. هي فين؟ ادهم بيه، انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه بالظبط. هي كده بقى. طيب خلوه قاعد معانا ضيف كام يوم كده لغايه ما يعرف انا بتكلم عن ايه. ارفع ايديك لفوق وما اسمعش منك ولا كلمه. ورا دماغك يا حبيبي. موبايل، نضاره، طاقة، باكل بان. ميريديان هوتيل، جود ايفنينج، كان هيلب يو؟ سمعوا. ميريديان هوتيل، جود ايفنينج. كنت هتقابلها في الاوتيل، مش كده يا حمدي؟ ولا ده بيكذب؟ راقبوه وخليه يرد على كل المكالمات، واي جديد بلغوني. بقيت قايد دلوقتي يا اسطى؟ الحمد لله يا باشا. المكان ده امان؟ ايه الامان يا باشا؟ الناس الرمال لازم تعيش في امان. السلام عليكم. يا بتبص لمين؟ انت تعرفها؟ ولا عمري شفتها. ما تيجي نمشي احسن. استنى بس. يا انت يا حاجه حاجه. هو في ايه بس؟ فهمينا. الله يرحمه. الله يرحمني. ده فال وحش. هو حضرتك بتتشبه عليه شبه المرحوم ابني بالظبط. الله يرحمه. حرام عليكي، نشفتي رقنا. عايزين قطين جنب بعض. اكتبوا اساميكم بالدفتر ده. مين اللي معاك ده؟ ده المرحوم ابني الله يرحمه. ما فيش الا اوضه واحده. ماشي ماشي يا حاجه. الله يرحمك. عشت. الله يحرقك. بلغ الباشا. أدهم بيه ده الموبايل. رد، ولو كانت هي إياك تحسسها بحاجة قول نهايتك. ألو. أهلا أهلا يا حبيبتي. أيوه. أنت بتكلمي منين؟ لا 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 مش هتأخر. بابا حبيبتي. دي رشا بنتي. أدهم اللي أنت بتعمله ده مش ما تكملش. أنت اللي سمحت لنفسك تخش في أسراري وخصوصياتي. حمدي انت بتحب بنتك دي قوي. أدهم انا بحذرك. ولا بنتي وناهد مراتي يبقى نبقى صراحه مع بعض عشان ولا انت تخسر ولا انا اخسر. الحق عليا انا اللي مسكتك ناقه وصيت. انا قلت يا بلبل. الصوت ده جه منين؟ لا انا ميه بس فايق. دي ميه الدش مش ميه. ميه بطل تخريف وغطي. غطي غطي ايه؟ انت بتتكسف ولا ايه؟ يا عم تقلع كده وترحرح كده وتخليك زي حالاتي. ده احنا رجاله زي بعض. ولو انك ساعات بتقلب. خلاص. لا لسه. خلاص. لا لسه. يا عم خلاص ما تفتح في ليلتك دي. ايه ده؟ بقول لي ايه ده؟ ما تسترجل يا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي جعفر. جعفر جعفر. اذا كان انا كل ده واسمي يوسف وانت اسمك جعفر. جعفر ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله بقى؟ بريح شويه. بقول لك يا جعفر خليك جدع بقى وتعافي ظهرك واعرض ظهرك. مش بايخ الراجل الملبن. اللهم اخزيك يا شطان. طول ما هي هربانه انا مش هيجي لي نوم. لا 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 كده مش حلو. لازم تستريح شويه. ناهد ممكن تدمر حياتي. انا روحي في ايديها. انا عايز اعرف معني ايه اللي في ايدها ممكن تعمله. المستندات اللي معاها ممكن تكشف القديم والجديد. انت متاكد يعني ان هي اللي خدت المستندات؟ الحقيقه انا ما شفتش المستندات دي من ساعه ما دخلت المستشفى. قصدك من ساعه ما دخلناها المستشفى؟ ما هي دي الكارثه. البوليس زمانه بيدور عليها ولازم نوصل احنا الاول. الو. الحمد لله. استاذ حمدي. ايوه انا هو. انا نهدي يا استاذ حمدي. النمره غلط. استاذ حمدي وانا بقول لحضرتك النمره غلط.